لكم التحية في كل مكان. عدنا من جديد صباح الشروق، رحمة والمغفرة الفنان العميري، وابقى زولا له قيمة. انتقال مباشرة للموضوع الأهم أو قلب هذه الحلقة، وهو تربية الأطفال وصعوبة تربية الأطفال، والتي تحدث هي محتاجة تخصصية على إداء مستوى الأطفال بودوم المدارس وبودوم الروضة وبودوم الحضانة وما إلى ذلك. التربية في البيت برضو محتاجة إرشاد للأبوين يا سنشير، ومن الصعوبة بمكان أنه يعني أي زول ما متخصص يطلع جيل يعني تستفيد منه البلد على الأقل يعني. وهنا دائما نقول حتى الماما متخصصين مهم أنه يتعلموا كيف يربوا أطفال، العمل على الجانب النفسي عند الطفل، لأنه هو ده دائما بتحدد عن البدايات، بأنها هي تكوين الشخصية بيبدأ منها، هي القائم عليها الفعل في المجتمع عموما لكل الأطفال وهم ناشئين عندما يكبروا، عشان ما يكونوا هم صالحين حتى في المجتمع. مجموعة من التحديات بالتأكيد بتواجه الأسر في إنه كيف يربوا الأطفال، كيف يعلموهم، والتنشئة عموما في ظروف وتحديات مختلفة. اليوم بشكل خاص حنتحدث عن صعوبة التعلم، وصعوبة التعلم عند الأطفال يمكن هي مرتبطة بالتفكير، بالإدراك، بأشياء مختلفة. وأنا والله يرحب جدا بدكتور عمر إبراهيم، يعني صاحبنا في هذه الحلقة في حوار مفتوح وواضح في الموضوع المهم جدا، موضوعنا بالنسبة لي استراتيجي يعني، اللي هو تربية النشء وتربية الأطفال. وأنا أبدأ معك طوالي بأنه التربية، تربية النشء بالتحديد، يعني الطفل تخيل لي اللي بيطلع متنمر، اللي بيطلع ما شاطر، اللي بيطلع ما واثق من نفسه، اللي بيطلع تخيل لي ده بيصنع صناعة يعني، بيكون بسبب تربية ما. نعم، كله صناعة. كله صناعة. نعم. زي الكشافة دي، زي الكاميرا، زي الخشبة. كله صناعة. إحنا للأسف بنقرا أي حاجة ما عدا الحاجة اللي بتخلينا ناس، ودي كارثة. فممكن نبقى أي حاجة، لكن من الصعوبة نبقى ناس، لأنه بس نقصان المعرفة ونقصان الخبرة في التعامل مع المعرفة ذاته. التربية صناعة. زمان كانت سهلة، لأن أصلا ما في حاجة. هو في شنو زمان؟ وليش؟ إنت والشارع وأمك وحبوبتك والمدرسة والتلفزيون كان بيتفر الساعة 9 ولا الساعة 8 وخلاص يعني. يا ولد خش جوا مغربت. ما في حاجة يعني، ما في حاجة. حاليا المشكلات بقت كثيرة شديد. لو ما قدرنا نتعامل مع المعطيات الكثيرة دي هنفشل في التربية، فبالتالي قيمتنا حتى لنفسنا بتكون مشكلة كبيرة شديد. لقدام حتى اولادك اللي انت بتفترض انهم هم المفروض يساعدوك، هتكتشف انه الموضوع ده بقى بالنسبه لك كارثه. التربيه صناعه، عندها علاقه بالمعلومات، عندها علاقه بالمعرفه، وعندها علاقه ثانيه برضه بحاجه احنا بنهتم بها، عندها علاقه باكتشاف ذاتي. انا ذاتي ابو ده كويس ولا كعب؟ انا ذاتي كوم كويس ولا كعب؟ انا عندي عقد ولا ما عندي عقد؟ انا عندي مشاكل زمان بتاع الطفوله ولا لا؟ دي حاليا واحده من المشاكل الأساسية اللي بتخلي الناس ما قادرين يربوا. أنا كأبو في يوم من الأيام كنت محروم، جبت أولاد قلت لا 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 لا، ما حخلوني يحس بإحساس الحرمان على الإطلاق. بقوم بضطر في الاستجابة الكويسة لحد ما أعلمهم كل حاجات مستجابة. يبقى بعد شوية ممكن الطفل ده يبقى حرام. الطفل ما محروم من أي حاجة، ده ممكن بعد شوية يسرق. ليه؟ لأنه ما قدر يتعامل او ما علموا انه كيف يقدر يتحكم في رغباته. اذا تغيرت الظروف مثلا، ايوه ظروف الوالد مثلا تغيرت بالضبط كده. فشوف بعد ذاك انه التطرف في التربيه اللي عنده علاقه بالعقد النفسيه، لان احنا بنعاني بتعمل مجموعه من الاسقاطات بالتاكيد في التربيه، ونحن بنشاهد في المجتمع مجموعه من المشكلات زي ما ذكرنا اللي هي جايه من التراكمات النفسيه. ودكتور عمر كمختص نفسي اليوم حنتحدث عن جانب مهم يعني في تربيه الاطفال، اللي هو صعوبة التعلم. ممكن صعوبة التعلم كثير من الناس ما بيكتشفوها، فخلينا بداية كده نتحدث لكل المشاهدين نحن بنعني شنو لما نتكلم عن صعوبة التعلم. طيب، كل الأمهات، كل الآباء، كل الأساتذة، كل الناس كده لازم يعرفوا حاجة مهمة شديد، إنه إحنا عندنا وباء كده، وباء زيه زي الكورونا. مش مرض بيسوحي كده بينتشر، بقول لك ما عارف المرض كده منتشر. احنا حاليا عندنا اضطرابات بقت منتشره، حرفيا منتشره. مشكلتنا ما عندنا دراسات عشان اقدر اقول الارقام تحديدا،
لكن مبدئيا كده بقدر اقول اكثر من ربع الاطفال حاليا عنده مشاكل حقيقيه بتاع تركيز انتباه. والله دي اكثر من ربع الاطفال كبيره صراحه. خلاص والله دي صادمه جدا ولا كلمه. طيب صعوبه التعلم عباره عن حاجه في ناس مرات بيطلقوا عليها الاعاقه الخفيه او الاضطراب الخفي. ليه خفيه؟ لانه الشرط الاساسي فيها انه نسبه الذكاء الطفل تكون طبيعيه. طبيعيه يعني زول بيتونس كده وبيتكلم وبيتزق يعني كده وعارف حاجات كثيره وما عنده اي مشكله في اي حاجه ثانيه. لكن عنده مشكله حقيقيه بتبدا تظهر له ما بين الورقه والقلم والمهام المرتبطه به. نعم. مبدئيا يعني. فانا عندي زول طبيعي بيتكلم وبيتونس وبيعرف وعارف اي حاجه وعارف السياسه وعارف الكوره وحافظ واي حاجه. نعم. لكن يجي في الورقه والقلم بتظهر عنده عيوب كبيره شديد، وده اول محاكي احنا بنسميه محاكي التباعد. تباعد يعني شنو؟ يعني في تباعد ما بين قدراته الشخصيه والمطلوب منه في الاداء الاكاديمي. بعدك بيتدقى وبيتكفت وبيتشلد ويمديه بني. ليه؟ لانه ما دام انت كويس كده طيب ليه تعب هنا؟ يبقى انت قليل الادب ومعه استقرع، يبقى بعدها احنا نقيم عليك الحد وندقك وكده. للاسف على اشياء هو ما مدركه اصلا، هي ما موجوده يعني. ولا كلمه. هو دي عدم قدره منه يعني. ليه؟ لأ انا كطفل شنو جابرني الدقه يعني؟ ما في حاجه. صحيح. يعني ما في حاجه بتجبرني الا لو انا حرفيا كنت ما قادر. الاطفال دول حرفيا ما قادرين. عندهم مشاكل حقيقيه في التركيز والانتباه، عندهم مشاكل حقيقيه في الذاكره، عندهم مشاكل حقيقيه في الادراك، عندهم مشاكل حقيقيه في التفكير، وعندهم مشاكل حقيقيه في اللغه. وديل الخمسه حاجات دي احنا بنسميها الصعوبات النمائيه. الاهل دائما بيركزوا في الصعوبات الاكاديميه. ما كتب يدقه، ما قرا يدقه، ما عرف الرياضيات يدقه. صح. والاستاذ برضه بيركز هنا، والابو والولول، واستاذ خاش واستاذ طالع ودرس خصوصي، ونغير المدرسه ونغير الفصل، وما ما في ادراك للموضوع. يعني هنا نتحدث عن الجانب التعليمي ده والارتباط زي ما ذكرت بالقلم والورقه. هم ممكن الاسر نفسهم يكونوا ما عارفين اصلا انه في مشكله، فنحن يعني مهم نعرف ونعرف الاسر كمان انه انا كيف اعرف انه اصلا في مشكله يعني. طيب اكتشفها كيف؟ طيب واحد خلينا نخط قاعده اساسيه. اي زول عنده مشاكل في التعلم لابد انه يفحص او يقيم من قبل اخصائي. دي اول حاجه. حنقولها ثاني. اي طفل واجه مشاكل في التعلم لابد انه يتم تقييمه من قبل اخصائي. خلاص. اثنين، لو شفت ولدي بلخبط بين الحياه المتشافه السبعه والثمانيه، الباء والياء، النا والتاء، السا والشاء، الخاء والحاء والجاء، العاء والغاء والقاء والفاء، بلخبط بيناتهم، دي واحده من الحاجات الماكوس. لو شفت ولدي بيكتب عكس زي المرايه، يعني عمره انا بكتبه كده ونديلها من اليمين للشمال، هو بيكتب عمره من الطفل ده احتمال يكون عنده صعوبه تعلم. دي من ضمن علامات ثانيه. بيكون بينسى. اقريه هسي يمشي يشرب مويه ويجي ينسى. خلاص؟ بيكون عنده صعوبه في انه يقعد عشان يتم مهمه عاوزه تركيز انتباه. وهنا اي ام اي ابو عليه الله ما يقول لي يا اخي ما هو بيركز في التلفزيون، ما هو بيركز في التاب، ما هو بيركز في البلاي ستيشن، ده احنا ما بنعتبر تركيز انتباه. دي اساره. اي زول بيركز في الاساره بغض النظر عن كانه شنو. صحيح. لكن التركيز والانتباه احنا بنقيسه بالمهام الروتينيه الما دايره تفكير، ما دايره بس استمرار في المهمه فتره طويله. طيب عشان كده اول ما اديه حاجه عاديه مطلوب انه يقعد يركز فيها وروتينيه كده ما حلو. طيب نحن شكلنا قفزنا كده قفزه اللي وصلنا مرحله التعلم في المدارس والحضانه وكده. الاعمار ذاتها ما بتختلف يعني. ايوه يعني تخيل لي التعامل مع الطفل عمر السنه ما زي التعامل مع الطفل عمر الثلاث سنوات. فنقسم دي قبل المرحله التعليميه ذاته، لانه تخيل لي الضريب ده بيبدا من البيت. أيوة. ما احنا المدرسه دي وصلنا اصلا انت دبعه طبعا، واحنا نكون واضحين قاموا شدونا الثبت في جلد يعني، واضحه المساله دي بس الثبت في جلد غلطة ما في جلد، وطوالي بنادوا اربعه من ساته والقيامه بتقوم يعني. لكن كثير نتكلم عن ده عمر سنه عمر سنتين، اختلاف الاعمار وطريقه التعامل معهم. شوف التعامل مع الاطفال التعامل السليم بيبدا في ناس بيقولوا حتى من قبل الزواج ذات. اوكي دي سيبك منها هسي، خلينا نتكلم من الحمل ذات. من الحمل ذات التربيه بتبدا من الحمل ذات. طيب ليه؟ لانه ثلاث شهور الاولى عندنا دي شهور البيضه بيتكون فيها الجهاز العصبي بصوره كويسه، فلو حصلت مشكله هنا ضغوط نفسيه، قلق، توتر، ضغط نفسي، ولا كلمه. عشان كده احنا دائما بنقول لكل الرجال
المرأة حامل ما زعله بغض النظر يعني. طيب ليه؟ لأن الموضوع ده في ناس قالوا لا ما يزعله كله كله، أوكي خلاص ما حزعله كله كله طيب. لكن كلام مهم المرأة حامل لكن مرات بيستغلوا حتى لو استغلوه ما مشكلة. نتكلم عن المرأة الحامل لأنه زول الجوة ده بعدين أمور بتجو. طيب ليه؟ لأنه التوتر بيعمل انقباضات في الرحم، أسهل لك كده يشيل لك طماطماية ولا ليموناية خدتها كده ودوسها دوسها دوسها بعشان بتتعفص. يعني تقريبا نفس المثال للتوترات خلاص. خصوصا إنه المرأة الجلد بتاع أول نسوان أغلبهم الجلد بتاعه بيصهر في شكل بتاع مغص بتاع 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 آلام في البطن بصورة كبيرة، لأن القلق عندهم مربوط بالدورة، الدورة مربوطة بالمغص ده، فبيحصل حاجة اسمها التعلم الشرطي في أي قلق ممكن يعمل توتر في البطن ومهم كده يعني خلاص. فالحتة بتاعت الحمل دي من الحاجات المهمة شديد، عشان كده احنا دائما بنقول للأمهات غياب الدورة لازم طوال امشي افحص الحمل عشان ما تاخذ لي بعد ذاك مضاد حيوي و و و، دي كلها بتاثر بعدك في الصحه النفسيه بتاعت الطفل. عندنا فيتامينات مهمه لازم الام تاخذه كده كده كده، المهم دي حاجات معروفه بعد طيب. ذاك نمشي لعمر السنه. عمر سنه عمر سنه في ناس بيتكلموا عن انه الطفل ده قاعد ساكت ما ناقش اي حاجه. لا 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 لا، الطفل ده عنده حته كده في المخ مسؤوله من المشاعر دي بتكون شغاله من الطفل الصغير. الطفل الصغير اللي بيسمع اصوات بتاعت مشاكل بينه وبين امه بيبدا يتخلع لانه ربنا خالق عنده الحاجه كده جوا انه الاصوات العاليه عندها رده فعل فيسيولوجيه، فعندها علاقه بضربه القلب و فالشافع الصغير ده العمر يومين 3 4 5 6 لما يتخلع كثير نتيجه لاصوات عاليه عندها علاقه بالكوراك و يبقى حيكون اكثر حساسية في التعامل مع الأصوات العالية، واستجابته لها دائما استجابة بتاعت خوف. عشان كده لما يكبر احتمال كبير يكون عنده واحدة من الاضطرابات بتاعت القلق خلاص. طيب ليه؟ لأن دي حاجة متعلمة. ما في زول بيبدو كده وعنده اضطراب نفسي. اضطراب النفسي دي احنا بنتعلمه زي ما بتعلم القراية والكتابة. انا بتعلمه من امي من ابوي من خالتي من الأستاذ في الروضة الأستاذ في المدرسة الدكتور في الجامعة كل واحد صح. والشاهد في الموضوع ده انه هي المشكلات كثيره اللي ممكن تكون مؤثره على الجانب النفسي او مؤثره على الطفل في جوانب مختلفه، فبتجي عنده مشكله صعوبه التعلم. بالتاكيد هو الحديث عن الموضوع ده يطول، نحن نتمنى انه الجميع دائما يذاكر ويقرا، يعني الاسر ذاتها يعني مهم انه احنا ما عندنا الثقافه دي في انه انت تعلم كيف تربي كيف تحافظ على الجانب النفسي عند الطفل وغيره. فنحن في الزمن المسموح لنا بنحاول انه ندي مفاتيح وهم على اساس انه الناس تكملها. فخلينا الاشكال اللي انت قلتها وذكرتها، فانا ممكن اعالج الجانب ده كيف؟ طيب واحد من عمر سنه انا لازم اقعد مع الطفل كثير شديد والعب معه انا بالتلفزيون انا كأم وانا كابو خال عمو لازم العب معه كثير عشان انمي التفاعل بيناتنا. اثنين أديه مساحة بتاعت استكشاف آمنة. لازم الطفل ياخذ مساحة بتاعت استكشاف آمنة. أيوة. ما تلعب بالطين، ما تمسح فيها. أيوة. دي واحدة من الحاجات اللي بتنمي الحواس. هو لو كان الأطفال اللي عندهم صعوبة تعلم، إحنا واحدة من معالجاتنا ليهم اللعب بالطين والرملة والصلصال و و و. صحيح. طيب ما من الأول إحنا كان نعمل الحاجة دي، شنو اللي خلى الحاجة دي وباء؟ زمان احنا كنا بنلعب في الطين والشارع. حاليا حدود المساحه البسيطه دي واحده من الاسباب اللي ممكن تعمق المشكله دي زياده. يبقى الالعاب مهمه شديد يا حمد. ادي الطفل براح دي مهمه شديد. اديه حته بتاعت استكشاف امنه مهمه شديد. اجاوب عن اسئلته في السنه الثالثه دي واحده من الحاجات المهمه شديد. اديه بازل في السنه الرابعه والتطابق والالوان وقلل من التلفزيون والتاب والتلفون دي واحده من الحاجات المهمه شديد. التغذيه السليمه واحده من الحاجات المهمه شديد. الاصحاب واحده من الحاجات المهمه شديد. والشارع الاهل اللي ما عاوزين نوديل واحده من الحاجات المهمه شديد. بس الشارع يكون امن انا اكون قادر انه انا اتحكم فيه. اي طفل تبدا تظهر عليه مشاكل بتاع تركيز انتباه نقص بتاع ذاكر ادراك لابد ان يتم فحصه من قبل اخصائي واسمع كلام ناس الروضه لو قال الطفل اللي بدنا فيه حاجه اخيره والله لانه قال لنا الزمن مش نوع عارف لكن انا السؤال لازم اساله حارمين والله بصراحه يعني بصراحه لازم اساله. فتره من الفترات كان في خدمه الزاميه كده
بعدين بيقول له يزول قبش قد الخدمه الالزاميه في المدرسه الفلانيه. دي كارثه. ولا كارثه كبيره بصراحه يعني. دي كارثه. الناس يربوا جيل كامل لا متخصصين تربيه، هو بس بيقضي خدمه الالزاميه فبيمشي يدرس. هو سؤال كبير طبعا، لكن للاسف نحن زمننا انتهى. لكن في تعليق في كلمتين بس. ديل ممكن يكون واحد من الاسباب الاساسيه اللي بيخل او خلوا الاطفال يخلوا المدرسه ويخلوا القرايه ويقروها، وممكن يكون واحد من الاسباب الاساسيه اللي خلوا الناس يكون عندهم اضطرابات نفسيه، لانه بتاع الخدمه الوطنيه ده انا ما عارف هو زول عنده مشكله ولا، فحيدق عليه شافي وحيكفته لانه مجبور، فالشغل ما من قلبه ولا متخصص. فاحنا المفروض نعيد الصياغات تحت الدوله اللي عندها علاقه بالتعليم عشان اطلع جيل كويس عشان يتقدم يا اخي. شكرا دكتور عمر. شكرا لك. شكرا. نحن دائما بنتمنى انه كل الاسر يكون هي في يدها انها تزرع كل القيم اذا كانت على اطار الوطنيه او الجوانب الاخرى النفسيه وغيرها، في انها تحرص على تربيه الاطفال يكونوا صالحين دائما في المجتمع، صالحين لنفسهم وصالحين لوطنهم ولمجتمعهم. شكرا لك جزيلا دكتور عمر ابراهيم مصطفى الاختصاصي النفسي. وبالتاكيد بعد الفاصل يتواصل نبض الصباح وهذا المد الصباحي على ضفاف مختلفه. شكرا دكتور عمر. فاصل ونعود.